السابع والستون بعد المئتين. نقدم لكم الليلة رقية الإجابة، وأسأل الله العظيم أن تكون هذه الرقية شافية كافية، وتشتمل على العافية وتمامها، وعلى التحصينات جميعها. الرقية الشرعية أيها السادة الكرام عمل إيماني كبير 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 كبير، يحتاج إليه الكبير والصغير. وسأبدأ رقيتي وفيها حبي ومحبتي. رقية الإجابة بفضل الله صاحب الإجابة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حصنتكم بسم الله. حصنتكم بلا إله إلا الله. بلا إله إلا الله. بلا إله إلا الله. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. سيدنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. حصنتكم بالقرآن كله، بآيات القرآن، بأصوات القرآن، بحروف وكلمات القرآن، بصور القرآن، بجمل القرآن، بأنوار القرآن، بأسرار القرآن. الله الله الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، سيدنا محمد رسول الله، الصادق الوعد الأمين، حصنتكم في رقية الإجابة، حصنتكم في رقية الإجابة، بسم الله القريب المجيب، بسم الله القريب المجيب، بسم الله القريب المجيب، بسم الله القريب المجيب، بسم الله القريب المجيب،
ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون 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 الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا حصنتكم باسم الله القريب المجيب السميع البصير القابض الباسط وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده لا إله إلا الله الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن
كان كفر. ولقد تركناها آية ولقد تركناها آية ولقد تركناها آية فهل من مدكر. لا إله إلا الله حصننا، لا إله إلا الله غايتنا، لا إله إلا الله كفايتنا، لا إله إلا الله قصدنا، لا إله إلا الله التجاؤنا، لا إله إلا الله عليه توكلنا وإليه المصير، عليه توكلنا وإليه المصير، عليه توكلنا وإليه المصير. إني توكلت على الله ربي وربكم، ربي وربكم، ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الله 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 الله. قال قد أجيبت دعوتكما، قال قد أجيبت دعوتكما، قال قد أجيبت دعوتكما، قال قد أجيبت دعوتكما. الله الله الله. ولي الصالحين، غياث المستغيثين، أمان الخائفين، مجيب دعوة المضطرين. أقسم بك عليك يا الله في رقية الإجابة، في رقية الإجابة، في رقية الإجابة. اجعلها رقية شافية كافية حافظة مانعة، اجعلها رقية الشفاء والإجابة والفرج، والفرج. من يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله. قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، لا علم لنا، لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. بسم الله الملك، بسم الله العظيم، بسم الله القريب، بسم الله المجيب، 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 بسم الله القريب، بسم الله المجيب. إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. سيهديهم ويصلح بالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، سيهديهم ويصلح بالهم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين،
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، هو أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. الله الله الله، بل الله مولاكم، بل الله مولاكم، بل الله مولاكم، بل الله مولاكم، وهو خير الناصرين. الله 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 الله، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. أقسم بك عليك يا الله، لكل من اشتد كربهم وطال بلاؤهم وضاق صدرهم وطال انتظارهم ولم يجدوا بابا إلا بابك، خذ بإيدي خذ بإيدي خذ بإيدي خذ بإيدي خذ بإيدي، ولم يجدوا بابا إلا بابك. الله الله، ولا جنابا إلا جنابك، فأنت الجود كله، وأنت النور كله، وأنت الحب كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، لما سمعوا الذكر، ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. الله 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 الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اصرف عنهم يا الله وعن ثلاثة يا الله، أنت لها أنت لها أنت لها أنت لها أنت لها، ولكل عظيمة ففرجها وفرجها وفرجها، بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله يا قدوس يا مهيمن،
الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان يسجدان، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، بها ينكشف الكرب. لا إله إلا الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا 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 حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم، موعظة من ربكم، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. الله 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 الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله انسفها نسفا، يا الله لكل هم لا يفرجه إلا الله، ولكل كربة لا يكشفها خاصة إلا أنت. يا الله يا الله يا قدوس يا مهيمن، 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 يا مغير الحال من حال إلى حال، اجعل حبيبنا في خير حال، اجعله في خير حال، اجعله في خير حال، واجعل أمه الحبيبة في خير حال. يا الله 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 يا الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين.
حصنتكم ببسم الله المجيب، ببسم الله السيد، ببسم الله الصمد، ببسم الله القوي المتين الحي القيوم. يا الله يا الله يا الله، إذا زلزلت الأرض زلزالها 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 زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، بسم الله أختم رقيتي، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، وهو السميع العليم. فأرادوا به كيدا، فأرادوا به كيدا، فجعلناهم الأسفلين. إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا إله إلا الله تنشرح بها الصدور، وتسير بها الأمور، وتجبر بها الخواطر، وتجبر بها الخواطر. لا إله إلا الله، باسمك المجيب، باسمك السميع، باسمك البصير. يا الله يا مجيب يا قريب، يا عزيز يا حكيم، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اجعل رقية إجابة ورقية فرج على كل الممسوسين والمسحورين، الممسوسين والمسحورين والمحسودين والمحسودين، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بعد الفاصل إن شاء الله تعالى على هذا الرقم من داخل مصر الحبيبة الحنونة، 010-300-18992، ومن خارج مصر الحبيبة 0020-10-300-18992. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس 67 بعد 200. نقدم لكم الليلة رقية الإجابة، وأسأل الله العظيم أن تكون هذه الرقية شافية كافية، وتشتمل على العافية وتمامها.
وعلى التحصينات جميعها. الرقية الشرعية أيها السادة الكرام عمل إيماني كبير 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 يحتاج إليه الكبير والصغير، وسأبدأ رقيتي وفيها حبي ومحبتي. رقية الإجابة بفضل الله صاحب الإجابة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حصنتكم بسم الله. حصنتكم بلا إله إلا الله. بلا إله إلا الله. بلا إله إلا الله. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. سيدنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. حصنتكم بالقرآن كله، بآيات القرآن، بأصوات القرآن، بحروف وكلمات القرآن، بصور القرآن، بجمل القرآن، بأنوار القرآن، بأسرار القرآن. الله الله الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الملك الحق المبين. سيدنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. حصنتكم في رقية الإجابة، حصنتكم في رقية الإجابة. بسم الله القريب المجيب، بسم الله القريب المجيب، بسم الله القريب المجيب، بسم الله القريب المجيب، بسم الله القريب المجيب. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون.
ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أظن الرقية الليلة يعني ما شاء الله حاجة سمينة شوية زلزلة أثرت على صوتي، لكن حاجة حلوة الحمد لله. الله أكبر كبيرة، الحمد لله كثيرة، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. سنبدأ الآن في تلقي اتصالاتكم على الرقم المشار إليه آنفا 010-300-1899. معانا الأستاذ مدعي النبوة اسمه نشأت مجد النور من أصل لبناني، بيدعي إن هو نبي. صل على النبي، نبي نصلي على النبي، صلى عليه. كان طبال، وفي نبي طبال برضه ينفع الكلام ده يعني، ها في نبي طبال يعني خلاص يعني هزلت يعني طبال طبال يا نبي يا طبال يا نبي يا طبال. أستاذ محمد البحيرة معانا، قمر نور في سمانة. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام يا مولانا، ازي حضرتك؟ يا هلا بالنور والسرور، الله يا هلا يخليك بالفرح اللي معانا يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. نعمين. انا تعبان يا مولانا، دماغي صداع باستمرار على طول، وزهقت كشوفات عند الدكاتره. انت عندك كم سنه يا استاذ محمد؟ 41 سنه. ولا يهمك، بترك وبيس وانت نايم. نعم بترك وبيس وانت نايم طبعا، بركه وبيس كتير يا مولانا. عندك مشاكل في حياتك يا حبيبي يا غالي؟ ما عنديش اي مشاكل، حياتي كلها كويسه، ما عدا ان انا بتعصب على اولادي، وما بستحملش كلمه من اي حد، بسيط ان شاء الله، ودايما عصب على طول، وتايه كده، وقلق باستمرار وخوف شديد. ولا يهمك يا حبيبي، ابشر بالفرج. اللهم امين على ايدك يا مولانا، الله يكرمك. ابشر بالفرج يا رب النور كله. أشكرك يا سيد محمد، نورت المكان والزمان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأستاذ أحمد من طب ندعي له ولا إيه؟ أسأل الله العظيم بنور وجهك يا الله، يا قدوس يا مهيمن يا عظيم يا جليل، يا فعالا لما يريد أنت لها، ولكل عظيمة ففرجها وفرجها وفرجها، فرجها يا الله على ابننا من البحيرة، وانسف ما به الآن محمد محمد محمد، انسف ما بابننا محمد، نسف بسر قولك، وإنا على ذهاب به لقادرون. الأستاذ أحمد الجيزة، أسأل الله العظيم أن يصبركم وأن يؤيدكم وأن يرخي الصبر عليكم، نور على الدرب، أصلحكم الله وطهركم وأيدكم بنصره. أمير ريحانة بتقول لي أنت نور على نور، أنا فقير، أنا ظلمة على ظلمة يا ستي، أنا لا أساوي شيئا، أنا لا أساوي شيئا،
الدكتورة زينب محمود معانا، قمر نور في سمانة. إسلام ماله؟ ادعي لأخي إسلام بالشفاء. إسلام ماله؟ ماذا بإسلام يا دكتورة زينب؟ اللهم اشفه يا الله وعافه يا الله واصرف عنه يا الله يا الله يا الله. محبة الرحمن من أرض الجزائر، اللهم اشفها وعافها واشفها وعافها واشفها وعافها. رغداء الأغا، أسعدكم الله ونوركم وطيبكم يا رب العالمين. جميلة من فرنسا، أين أنت يا أستاذة جميلة؟ أشكرك على هذه الرسالة الجميلة كما أنت جميلة. الأستاذة نسمة من المنيا معانا، دي قمر نور في سمانة. يا ست نسمة معانا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا انت عامل ايه؟ يا هلا بالأنوار والأسرار والصالحين الكبار الأخيار. ازي حضرتك عامل ايه؟ الدكتور محمد ابراهيم عامل ايه؟ يا رب يفك كرب يا رب. ان شاء الله. والله يا ابن بقى كنت بعيط، والله كنت عايزة اكلم حضرتك والله، وكلمت والدتي من الساعة 1 في الليل، قلت لها بالله عليك كده يا دكتور محمد والدكتور احمد. اي والله وكل العظيم ما اكلم حد والله لو يدعيكم والله العظيم يا رب. يا رب يفك كربكم ويفك كربنا وكرب المسلمين ليت جميعا لها يا رب. من دون الله كاشفة. بالله عليك يا ابي ادعي لي، بالله عليك دعاء مبلبل، ان ربنا يكرمني يا رب بزرور الصراحه. كل ما الموضوع اسال الله كده العظيم يا الله أعطها ما تمنت وكل ما تمنت وفوق فوق 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 ما تمنت من واسع رحمتك يا الله ومن أسرار عفوك يا الله يا الله. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فرح قلبها الحزين، فرح قلبها الحزين، اعطها الخير كله، اعطها الخير كله، اعطها ذرية صالحة مؤمنة موحدة لك يا رب العالمين. أبشر يا أستاذة نسمة. الأستاذة زهرة من فلسطين الحبيبة الحنونة، اللهم زلزل قلب زوجها واهده لها يا رب العالمين. أستاذ عبد الله من الأسكندرية، هل هناك علاج لطنين الأذنين؟ عندنا الحجامة وعندنا مسح المسك الأبيض حول الأذنين وتنقيط نقطة يوميا من زيت حياة لقمان والبديل زيت الفجل. أبو هشام من سوريا، أم هشام أسعدكم الله وأكرمكم ونولكم مرادكم يا رب العالمين. ادعي لابن حسام، أطال الله عمركم وأصلح بالكم. الأستاذة سهير، ادعي لي بالله عليك يا أخي، فرج الله عنا وعنكم وأصلح الله لنا ولكم يا رب العالمين. الأستاذة برنسات علي من كفر الشيخ، أرض الصالحين الكبار، أرض المستقبل، أرض الهنا والسرور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا بالأنوار والأسرار. ازي حضرتك يا شيخ عامل ايه؟ 14 مليون ازيك؟ ربنا يخليك ويبارك في عمرك يا رب. يا رب. يعني حضرتك انا عايزه اتكلم معاك شويه. انا خادم لك. ربنا يخليك يا رب ويطول بعمرك يا رب. يعني حضرتك انا تعبانه شويه وكده، وبشوف حاجات كتير وبيحصل لي حاجات كتير قوي، ومش بنام ولا باكل ولا بشرب، وبلاقي علامات في جسمي كتير وبشوف حاجات قدامي كتير.
انا يعني انا تعبانه فعلا يعني، فانا مش عارفه ده نهايته ايه ولا ده ايه. انت تعبانه من امتى يا استاذه؟ يعني انا في الموضوع ده بقالي اكتر من كام سنه، يعني بقالي اكتر من 7 سنين. حاجات كتيرة أوي يا شيخ والله، كتير كتير أكتر من اللي أنا بقوله لك. حاضر يا بنتي، ربنا يبارك في عمرك يا رب. اسأل الله العظيم بنور وجهك يا الله يا الله، اللهم انسف ما بها نسفا نسفا، يا مغير الحال من حال إلى حال، اجعلها في خير حال، اجعلها في أسعد حال، أسعد قلبها الحزين، أسعد قلبها الحزين، أسعد قلبها الحزين يا رب العالمين. الأستاذة ليندا، أنا في مرحلة الطلاق وزوجي مريض بالوسواس وعندي بنت في مرحلة المراهقة، باسمك الجامع اجمع بينها وبين زوجها، باسمك الجامع اجمع بينها وبين زوجها، إنك على كل شيء قدير. الأستاذة سمر، ادعي لشيماء أختي عندها اختبارات غدا إن شاء الله، هنذيع دعاء الامتحان بعد قليل في أول فاصل. أم عبده من حمص، أصلح الله لأهلنا في سوريا الشقيقة. أم يارا من سوريا، أصلح الله لكم وأصلح شعبكم وبلادكم. وأطل علينا الآن الدكتور إسلام حامد أبو النصر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا الحبيب، مرحبين بفضيلتك في صدر هذه الفقرة وهذه الطلة، وكانت رقية قوية يعني كعادتك يا أستاذنا، تتألق في أفانين السماء، لا حرمناك ولا عدمنا طلتك، ودمت ماتعا باهرا ممتعا. ونستهل هذه الفقرة كعادتنا بأسئلة السادة المشاهدين المتابعين الذين نسعد بتعليقاتهم واستفساراتهم وفتاويهم عبر خدمة البث المباشر وعبر صفحات صاحب الفضيلة الرسمية، وكذا عبر تعقيباتكم وتعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد علاجا للشيب المبكر، وهل صبغ الشعر يعتبر حرام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الصبغ جائز بكل الألوان إلا السواد، قال صلوات ربي وسلامه عليه: خالفوا اليهود والنصارى. أما بالنسبة للشعر لما بيبيض ونريد ان هو يعني ياخد لون غامق، استخدام الزيوت الطبيعية بتحدث هذا. الزيوت الطبيعية يعني زيت الزيتون، زيت اللوز، زيت الثوم، هذه الزيوت بتؤدي فاعلية وبتقوي الشعر وكذا يعني. السلام عليكم يا دكتور، محتاج طريقة قشر الرمان للقولون ضروري، جزاكم الله خيرا. عندنا 3 طرق. الطريقة الأولى بنغلي الماء غليا جيدا، ثم نأتي بملعقة من قشر الرمان وتوضع على الماء لمدة ربع ساعة تغطى يعني، ثم تحلى بالسكر أو بعسل النحل. الطريقة الثانية بنأتي بالماء يغلى، وأثناء الغليان نضع ملعقة أو ملعقتين من قش الرمان. الأمر الثالث أنه ينقع ليلا ثم نشربه صباحا. نعم. السلام عليكم شيخنا الكريم، ربي يحفظك ويعينك شيخنا. ابني مدمن على شرب الخمر يوميا، أكرمك الله، يعمل في النهار وفي الليل، فلوسه كلها يشرب بها الخمر، وكمان عنده زوجة وأطفال. أسأل الله العظيم أن يزلزل ربي قلبه وأن يتوب عليه، إنه هو التواب الرحيم. أنا من فلسطين، معلمة ولي 4 أولاد ذكور، المشكلة مع أكبرهم ذهب لدراسة الطب في مصر، لكنه تعثر وعاد إلى فلسطين وبقيت أموره معطلة، وقد رأيت مرة في منامي خروف مربوط من رجله للأعلى بشجرة خروب، هل هذا متعلق بالولد وما معنى ذاك؟
هل لو عيدي يا استاذنا؟ لا لا لا، بفكر بس في الحالة نفسها. هو يعني من شاهد أنعاما في الرؤية، يعني كبش أو خروف أو معزة أو كذا، قد يكون نذرا قديما لم يوفي به، قد يكون نذرا قديما لم يوفي به، قد يكون نذرا قديما لم يوفي به، وهذا هو المتصور لدي. لعلكم تسبحون شيئا يفتح الله لكم. الأستاذة مروة من دسوق معانا، دي قمر نور في سمانة. أستاذن الدكتور إسلام حتى يشرب الشاي ثم نعود إليه. أستاذة مروة ابنتي العزيزة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضغط نعم حاجة للضغط المنخفض، عشان ضغط بيبقى عايزة حاجة للضغط المنخفض. حاضر حاضر، ابشري 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 ابشري. اسأل الله العظيم ان يعافيها رب الان الان، يا حنان يا منان، أصلح بالها أصلح بالها أصلح بالها أصلح بالها، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. مشاهدينا الكرام، الرقية يعني ليس بالضرورة أن الواحد يكون عنده مس أو سحر، لا، ده هي حاجة أساسية كان يفعلها النبي وفعلها جبريل لسيدنا النبي بصورة منتظمة. دكتور إسلام معانا، قمر نور في سمانة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذنا. يا شيخ، عندي سحر قديم متمركز في المخ، وعندي طنين في الأذن، وعدم تركيز، ومشاكل في كل شيء، أرجو منك علاجا. علاج المس والسحر موجود على صفحتنا في الشبكة الدولية. وأما الطنين متصل بالحالة النفسية، لكن الطنين كما ذكرت قبل قليل لو ثلاث علاجات: عمل حجامة هنا حول الأذنين، والمسح بالمسك الأبيض مرة في الصباح ومرة في المساء، وتنقيط الأذنين نقطة واحدة يوميا من زيت حياة لقمان، والبديل زيت الفجل. نعم. نعم. السلام عليكم، ما علاج التوحد؟ موجود إن شاء الله في كتابنا الأدوية الإسلامية الجامعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتي تم حملها ولكن سقطت جنين فجأة، فأدعو الله أن يرزقني الخلفة أسأل الثانية. الله العظيم أن يثبت حملها، اللهم ثبت حملها وأعطها سؤلها واجعل الفرج معها وفرح قلبها الحزين وأذهب همها القديم، واجعل لنا ولها ولكم من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا عندي مشاكل كتيرة مع زوجتي بسبب الفلوس، وكمان عندي حاجة بوقف الحال، ممكن حضرتك جزاك الله خيرا تحاول تفك هذا السحر؟ يعني لم يقل أحد أنه سحر، ولكن سنرسل لك علاج السحر وعلاج وقف الحال بإذن الله سبحانه وتعالى. موضوع وقف الحال موضوع مهم جدا. نعم يا شيخنا، العمل والسحر اللي معمول لي وقالب عليا حياتي، أعمل فيه إيه؟ حياتي مقلوبة بسبب الأعمال. سنرسل لكم علاج المس والسحر حالا 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 حالا. يا دكتور أحمد، أنا طالبة ثانوي، من فضلك تدعي لي بالتوفيق في الامتحانات. أسأل الله العظيم بنور وجهك يا الله لكل أبناء المسلمين
اللهم فرج عنهم وفرح قلوبهم وأسعدهم بصالح الإجابات، اللهم أسعدهم بصالح الإجابات، اللهم أسعدهم بصالح الإجابات. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا أكرم الأكرمين يا الله. أنا فتاة عمري 22 سنة، اتخطبت لشخص لا أعرفه العين، اتخطبت لشخص لا أعرفه من خلال العين، أنا إنسانة ملتزمة بدين الله، جاء العريس ووالده وطلبوا إيدي، ومن يومها ما حاولش لا يتصل بيا وحتى رقمي ما عندوش، بس أمي تتصل بأمي. أنا الصراحة بسمع إن هم ناس طيبين وهو شخص لا بأس به ماديًا وكمان أخلاقيًا، بس هل السؤال هنا، هل حرام لو اتكلمت معاه عشان أفهمه ويفهمني دلني من فضلك؟ إذا تمت الموافقة وفتح الباب وجاد الوهاب فلا حرج من التحدث إليه إذا صارت الخطوبة رسمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشعر بضعف جنسي، ولما ذهبت للطبيب قال لي هناك مرض في الدم، فهل هذا صحيح سيدي؟ ما خلق الله داء إلا جعل له دواء، وموجود علاجات كثيرة من الطبيعة بخلاف الفياجرا وغيرها لعلاج الضعف الجنسي وعدم الانتصاب، وعلى رأسها عسل السدر والمنتجات الموجودة عندنا في شركة الفتح 2. السلام عليكم حضرة الشيخ، أحبك كثيرا منذ أن أحبكم تعرفت الله عليك من وأعزكم. خلال برنامج لقاء الإيمان الذي خير كنت الإيمان. أتابعه أنا وأسرتي بكل شغف. حضرة الشيخ الغالي، أرجوك حياتي واقفة، فهل يمكنني التحدث إليكم مباشرة بالهاتف؟ نعم، وإذا أمكنكم ذلك أرجو إمدادي برقم هاتفكم. رقم هاتفنا 010-300-18992، والله يحب المحسنين. يا شيخ ممكن ترد عليا؟ مرحبا يا شيخي، أنا زوجي محبوس، بدي منك إنك تدعي له حتى يطلع من حبسه. أسأل الله العظيم يا رفيق يا شفيق، نجه من كل ضيق، يا رفيق يا شفيق، أنت الرب الحقيق، نجه من كل ضيق، يا رفيق يا شفيق، أنت الرب الحقيق، نجه من كل ضيق. الأستاذة فاطمة أرض الشهداء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخنا، ازيك يا شيخنا؟ يا هلا بالنور والسرور. أدي أنا فاطمة من الجزائر. أهلا وسهلا يا مليون مرحبا. الله يخليك يا أبي، أرجوك يا أبي، أستحلفك بالله يا أبي وبجاه حبيبنا محمد أن تدعي لابني عبد الحق، لقد أتعبني أبي كثيرا، ادعي له بالهداية وحب الصلاة وحب الدراسة، فهو لا يحب أن يصلي ولا يحب الدراسة، وعنيد وعصبي جدا، ويرافق أصحاب السوء ويخرج ليلا ويدخن والمحرمات. أبي أستحلفك بالله أبي، فهو في سن المراهقة يا أبي، أرجوك يا أبي. أبي اسألوا. نعمين. أبي أبي أنا أقرأ يوميا سورة البقرة بنية الدعاء له، فأرجوك أن تدعو ربي أن يتقبل مني الدعاء وأن يرزقه برؤيا يا أبي، أرجوك أرجوك برؤيا عاجلا لعلها تكون سببا في هدايتي، أرجوك يا أبي الله أستحلفك بالله. العظيم بنور وجهك يا الله، يا حنان يا منان لابنها عبد الحق، اللهم تب عليه من المخدرات، وتب عليه من رفقة السوء، وتب عليه من رفقة السوء، وأنبته نباتا حسنا، وأنبته نباتا حسنا.
تب عليه يا الله، واجعل أمه الحنونة راضية عنه، وباعد بينه وبين المعاصي كما بعدت بين المشرق والمغرب يا أكرم الأكرمين يا الله. أم زيد السعودية الشقيقة، وبعدها فاصل سريع. السلام عليكم يا أم زيد ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا بالنور والسرور، يا هلا بالفرح اللي معاك. الله يبارك لك، الله يبارك لك ويديك الصحة والعافية. آمين. الله يعافيك، الله يعافيك ويقويك. آمين. الله يقويك يا أبي. تفضلي يا طاهر. يا أبي نعم، ادعي لها هلا بالزوج الصالح يا أبي، ادعيني. حاضر يا أمي، ادعي لها يا أبي، الله يبارك لك. أسأل الله العظيم الله يبارك لك ويديك الصحة لبناتي هلا وزكية، اللهم زوجهما يا الله، اللهم زوجهما يا الله، اللهم أدخل الفرح عليهما والسرور عليهما والبهجة عليهما والسعد عليهما، أسعدهما يا الله، أسعدهما يا الله، أسعدهما يا الله، أسعدهما يا الله، وفرحهما، وفرح أم زيد، وفرح سعدا وزيدا ومخلف يا رب العالمين يا الله. دعاء الامتحان. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس 67 بعد 200. نقدم لكم الليلة رقية الإجابة، وأسأل الله العظيم أن تكون هذه الرقية شافية كافية، وتشتمل على العافية وتمامها، وعلى التحصينات جميعها. الرقية الشرعية أيها السادة الكرام عمل إيماني كبير 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 كبير، يحتاج إليه الكبير والصغير. دعاء الامتحان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بنور وجهك يا الله لكل أبناء المسلمين ولكل بنات المسلمين الذين يمتحنون في هذه الأيام، أسأل الله العظيم الكريم الحنان المنان ذا الجلال والإكرام ذا الطول والإنعام، أسألك أيها الملك الكبير أيها الملك العظيم أن توقظ همتهم، اللهم أيقظ همة أبنائنا. عاد من ليبيا الشقيقة، اللهم نجح أولادها أحمد وعبد الملك وأذهب الخوف عنهم. عندنا دعاء الخوف من الامتحان، نجهزه إن شاء الله. أم إسماعيل أريد رقية البيت، خلاص إن شاء الله الأسبوع القادم يا دكتور محمد هيبقى رقية المنزل. ابنتي بسمة، اللهم اشفها وانسف ما بها، اللهم اشفها وانسف ما بها. الأستاذة أفنان، اللهم أصلح لها ونور قلبها وفؤادها. الأستاذة عبير عمر، اللهم أصلح لها وأصلح بها وافتح لها وافتح به. دكتور إسلام بننتظر حضرتك،
العواضي، اللهم اشفي شفاء عاجلا عاجلا عاجلا. أم محمد ادع الشام وأحمد، اللهم اهدهم ويسر لهم، اللهم اهدهم ويسر لهم. أستاذ زكريا أحمد ادع الرهف بنت فاتن بالفرج، اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. أستاذ محمد من المغرب، اللهم أصلح له وأصلح به وافتح له وافتح به يا رب العالمين. الأستاذة سلوى من تونس عندها وجع في الجنب اليمين، اللهم سكن آلامها وأسعد قلبها وفرج عنها ما هي فيه. غفران من حلب، سلمكم الله وشفاكم وعافاكم يا رب العالمين. الأستاذة منى، اللهم يسر أمرها وأصلح بالها. الأستاذة نسيم الإسلام، لقد اشتد علي الكرب، كلنا والله بنتي، اللهم انسف ما بها يا الله يا الله يا الله يا الله. الأستاذة إيمان الجزائر، أصلح الله لك وبك يا رب العالمين. الأستاذة إسراء طنطاوي، ادع الإيمان بنت زينب، اللهم ارزقها ذرية صالحة 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 صالحة. نور على الضرب، اللهم ألف القلوب واجمع الشمل، اللهم ألف القلوب واجمع الشمل يا رب العالمين. الأستاذة أم محمد، طيبكم الله وطهركم وكذا ابنة ابتسام. خديجة أحمد، اللهم احفظها وانصرها وأيدها يا رب العالمين. محبة الرحمن، اشرح لها صدرا يسر لها أمرا. أم إسماعيل الجزائر، أشكرك يا أم إسماعيل على هذه الدعوات الطيبات، فرج الله عنكم ولكم ورحم أمواتنا وأمواتكم. الأستاذ محمد فتحي، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ابنتي سمر أحمد، دعاء لشيماء ومحمد، اللهم نجهما ونجحهما يا رب العالمين. الأستاذة هيام السائحي، اللهم زوجها وأسعدها، زوجها وأسعدها وفرحها وفرح أولاد المسلمين. أسرار البحار من تركيا، اللهم أصلح لها أطفالها وزوجها، أطفالها وزوجها. ابنتي حورية، اللهم اشفيها شفاء عاجلا لا يغادر سقما. الأستاذة عفاف فاروق، ادعي لي ولأولادي، أصلح الله لكم وبارك الله فيكم. محبة الرحمن، ادعوا لي ولأولادي ولعائلتي. ابنتك من الجزائر، أصلح الله لكم وغفر لنا ولكم. كيان من الأردن، اللهم ثبت أولادها على دينك. ملائكة الرحمن، أسأل الله العظيم أن تكون رقية الليلة فرجا لنا ولكم يا رب العالمين. دكتور إسلام معك. الأستاذة أمة الله الجزائر، اللهم فرج عليها وعلى أولادها. أبو أحمد الأسطل، فرج الله عنك ويسر الله لك. الدكتورة زينب، اللهم عافي أمها الحبيبة الحنونة، اللهم عافي أمها الحبيبة الحنونة. الأستاذة أمينة، أشكركم على جهودكم في نشر الدعوة الإسلامية، الله أكبر. الأستاذ ماهر زين، وادع لابنتي هدى عندها الصرع، اللهم انسف ما بها يا الله، اللهم انسف ما بها يا الله، اللهم انسف ما بها يا الله، اللهم انسف ما بها يا الله. الأستاذة إكرام، اللهم إني أسألك لها ذرية صالحة. محبة الرحمن، اللهم قوي مناعتها وأولادها، اللهم ادفع عنهم الوباء والبلاء، الوباء والبلاء، يا حنان ويا منان
يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام. الأستاذة غادة الشرقية، وبعدها الدكتور محمد إبراهيم خليل من أسبانيا، رجى الله عنه يا رب العالمين. الأستاذة غادة الشرقية معانا، قمر نور في سمانا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ادعي لي بالشفاء يا أبي، أني مريضة، ربنا يشفيني، ربنا يشفيني ويشفي أولادي. ادعي لي بالشفاء، وادعي لأبي وأمي بالشفاء والفرج. ربنا يفرج عنا وعنك يا أبي يا رب. حاضر يا بنتي. أسأل الله العظيم بنور وجهك يا الله، اللهم عافها وعافي بدنها، اللهم عافها وعافي بدنها يا الله يا الله يا الله يا أكرم الأكرمين يا الله. ابنتي غادة، اللهم انسف ما بها الآن نسفا نسفا نسفا، إنك على كل شيء قدير. الأستاذة فاطمة الجزائر الشقيقة الحبيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أبي؟ أهلا وسهلا يا مليون مرحبا يا أبي. دعاء لي، يريدون أن يثبتون في الشغل. دعاء لي يا أبي أن يكون عملي قريب من البيت. حاضر. والدعاء لأخي أحمد بالشفاء، وللدعاء أخي أحمد بالشفاء. أسأل الله العظيم عافها وشقيقها الأستاذ أحمد من كل الأمراض ومن كل الأوجاع والأسقام، واجعلها ساعة فرج وساعة فرج وساعة فرج. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم اجبر خاطر كل من تواصلوا معنا الليلة، اللهم اجبر خاطر كل من تواصلوا معنا. يا حنان يا منان يا أكرم الأكرمين يا الله. وصل اللهم وسلم وبارك عليك حبيب الله. الدكتور محمد إبراهيم خليل الحبيب، فرج الله عنك الكرب الذي اشتد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته وأنوره. بارك الله فيكم سيدي الحبيب، وجزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا بكم على محبته وعلى طاعته أن يجمعنا في مستقر رحمته وفي دار مثوبته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تحياتي لفضيلاتكم، وتحياتي المهندس محمد أسامة، وتحياتي للسادة المشاهدين الكرام الذين يتابعوننا من جميع أنحاء العالم، وأهلا بكم ومرحبا ومرحبا. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. لن أطيل على حضراتكم، ولكن هي قصة سريعة بين شيخ وابنه أو تلميذه، و
وهي رويت عن شقيق البلخي رضي الله عنه أنه قال لحاتم الأصم رحمه الله تعالى: قد صحبتني طويلا، فماذا فعلت أو ماذا تعلمت؟ يعني أستاذ بيسأل ابنه أو تلميذه فيقول يعني ماذا تعلمت مني خلال هذه الفترة الطويلة التي صحبتني فيها؟ فقال: تعلمت 8 مسائل. ونركز جيدا فيها، فهي جميلة، وإن أردت أن تبحث عنها في مفاتيح السعادة وجدتها في مفاتيح السعادة، وإن أردت أن تبحث عنها في مفاتيح الفرج فهي في مفاتيح الفرج، وإن أردت أن تبحث عنها في مفاتيح النجاح فهي في مفاتيح النجاح، وإذا أردت أن تبحث عنها في مفاتيح الشفاء فهي في مفاتيح الشفاء. فقال: إني نظرت إلى الخلق فإذا كل شخص له محبوب، فإذا وصل إلى القبر فارق محبوبة، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. يا سلام، جميل المعنى، أن الإنسان يبحث في محبته عمن يصاحبه في الدنيا والآخرة، فهو صار محبا للحسنات، يعني ما بقاش محب للأشخاص، لا، ده بقى محب للحسنات. وفكرة أنه محب للحسنات يعني محب للأعمال الصالحة التي يحصل منها هذه الحسنات. وهذا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يوضع المؤمن في قبره ثم يأتيه الملكان فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ فيطلق الله لسانه بالجواب الفصل والصواب، ثم يدخل عليه رجل أبيض شديد البياض شديد الجمال، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الخير لا يأتي إلا بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، يعني جليسك في قبرك، عملك الصالح هو الذي يجالسك في قبرك. فهذا الرجل أخذ هذا المعنى الجميل وقال: فأحببت حسناتي. ده الأمر الأول. الأمر الثاني قال: إني نظرت إلى قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فأجهدتها على دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله. هذا المعنى جميل جدا، لأن حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، يعني الإنسان يحب المعصية، يميل إلى المعصية، يميل إلى الشهوة، يميل إلى الكسل، يميل إلى التراخي، يميل إلى لا يريد أن يقوم في صلاة الليل ولا يريد أن يقوم ويخرج من تحت البطانية إلى صلاة الفجر في هذا البرد القارس الصاقع الصقيع، فهوى النفس أنه ينام ويستريح. فهو قال: أجهدت نفسي على دفع هذا الهوى حتى استقرت على طاعة الله، يعني صارت الطاعة هي عادته وديدنه من صفته الشخصية، أنه إذا لم يفعل هذه الطاعة لا يستريح، يعني صار عكس الهوى، صارت الطاعة أحب إليه من هوى النفس. وهذا ما نتحدث عنه في تغيير العادات، وكيف تحول العادة إلى عبادة، وكيف تحول العبادة إلى عادة، حتى أن النفس إذا كسلت عنها فإنها لابد أن تؤديها، لأنها صارت من الروتين وصارت من الجدول الرئيسي في حياة الإنسان، أو صارت من الحاجات كما نقول احتياجات الإنسان في هرم ماسلو، صارت الطاعة من الاحتياجات الأساسية كالطعام والشراب والملبس والسكن وكذا، فصار من ضمن الاحتياجات الأساسية العبادة. ثم قال النقطة الثالثة: رأيت أن كل من عنده شيء له قيمة يحفظه، لو واحد عنده ذهب بيحافظ عليه، واحد عنده مال بيحافظ عليه. ثم نظرت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، كما ورد في سورة النحل الآية 96. فكلما وقع مني شيء له قيمة وجهته إليه ليبقى لي عنده، يعني إنه يتصدق لتكون هذه الصدقة عند الله، وإذا ضاع منه شيء فإنه يحتسب هذا الشيء عند الله. واحد فقد مالا
فقد شيئا مهما، فقد شخصا عزيزا، فإنه يحتسبه عند الله. وكما ذكرنا في حديث سابق، إذا قبضت مال عبدي عندي، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه، ليس له جزاء إلا الجنة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مبلغا عن رب العزة في الحديث القدسي. ويحضرني موقف جميل ولذيذ وطريف لأحد الناس الطيبين الصالحين. كان عنده عصفور اسمه السنور، نوع من الطيور الصغيرة يعني. وكان الصالحين يحبون يعني، منهم من كان يحب هذه العصافير. فلما مات السنور احتسبه عند الله أنه كان يحب هذا الطائر، فقال احتسبت السنور عند الله. وبعد فترة كان هذا الرجل عنده حمار، هذا الحمار كان يعني حمار عجوز، حمار كبير في السن ومتهالك يعني. فلما مات الحمار قال يلا أهو راح في داهية، يعني كأنه استثقله، كان بيأكل ويشرب وما بقاش عنده طاقة في العمل، كأنه استثقله فقال يلا في داهية الحمار. فلما مات هذا الرجل ورآه صاحبه في المنام فقال ما فعل الله بك؟ فقال وجدت كل شيء احتسبته عند الله، وجدته عند الله، حتى السنور، حتى الطائر الصغير لما احتسبته وجدت هذا الطائر عند الله. يا سبحان الله. ولكنني لم أجد الحمار. ليه بها؟ فصاحبه يقول له ليه لم تجد الحمار؟ قال لأنني لم أحتسبه. يعني أما الحمار مات قال في داهية، فخلاص والحمار راح في داهية، يدور عليه في داهية بقى. فالإنسان يحتسب أجره في كل حياته، يحتسب مرضه، يحتسب همه، يحتسب أذى الناس عليه، حتى يحتسب أذى زوجته وأهله والأقربين الذين يحسن إليهم ويسيئون إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا كما قلت فكأنما تسفهم المل. يعني أنت بتحسن إلى الأقارب وهم يسيئون إليك، احتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال رأيت الناس يرحبون بصاحب المال والمجد والشرف وليسوا بشيء، فنظرت إلى قوله تعالى. يعني إيه يعني الكلام ده؟ يعني واحد في منصب، واحد عنده وظيفة مرموقة، واحد عنده فلوس، واحد قريب المستشار فلان أو قريب اللي هو فلان، فالشخص ده لما يدخل الناس تقوم ليه وتعظمه أهلا بيك وكذا وكذا، وهو في الثانوية العامة ما كملش 30%، ما بيعرفش يفك الخط، وما بيعرفش يتوضى إزاي، وما بيعرفش حتى كيف يتطهر أو يستبرئ من بوله، ولكن الناس تعظم عشان المنظر والشكل. فقال فنظرت إلى قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فجعلت بالتقوى أو فعجلت بالتقوى، فعجلت بالتقوى لكي يكون كريما عند الله، كما أن الناس يكرمون أهل الدنيا، فإنه يريد أن يكرمه الله لأنه من أهل التقوى. رأيت الناس يتحاسدون، وما أكثر الحسد في أيامنا هذه، رأيت الناس يتحاسدون فنظرت في قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فتركت الحسد. جميل جدا هذا المعنى أيضا، أنك تعلم أن الله تعالى هو الذي قسم لك هذه المعيشة وقسم لك هذا الرزق، فإنك لا تنظر ولا تحسد إلى ما في يد غيره. رأيتهم يتعادون، يعني إيه يتعادون؟ يعني العداوة يعني. فنظرت في قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فتركت عداوتهم واتخذت الشيطان عدوا، يعني صار لا يعادي أحدا. وهذا جميل جدا، أنك لا تخلق لنفسك أعداء من البشر، ولكن يكون عدوك الأوحد هو هذا الشيطان الرجيم. رأيتهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق، فنظرت في قوله تعالى
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فاشتغلت مما له علي وتركت ما لي عنده. يعني الناس بتذل نفسها في طلب الرزق إما بحرام أو بمذلة. فلما قرأ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها اشتغل مما له علي، اشتغلت مما له علي يعني العبادة، أن الله تعالى أمرني بالعبادة وأمرني بالسعي. وتركت ما لي عنده، يعني أنا شغلي في هذه الحياة العبادة، أما الرزق فهو عمل الله سبحانه وتعالى، عمله أن يدبر أمر خلقه وأنه يرزقهم ويعطيهم. فلا تتدخل فيما ليس لك. رأيتهم متوكلين على تجارتهم وصنائعهم وصحة أبدانهم، فتوكلت على الله تعالى. كل ابن آدم وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها موبايل، يعني محمول. قال تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. عن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده هو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على هذه الحالة مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيح. الفكرة أن أمراء الأجناد هم الذين يعني سيدنا عمرو بن العاص، سيدنا خالد بن الوليد، سيدنا شرحبيل بن حسنة، كانوا يأمرون الجند بهذا الحديث كي تحسن قوتهم ويحسن فتحهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن المؤمن يستغرق في طاعة الله وفي عبادة الله ما لا يستغرقه غيره. ننتقل إلى فصل سريع ونحن في الفصل الثالث في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورامي، وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم، وراودت الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمامي، وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصام، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم.
محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام. وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكام. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئه النسم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاصم. دعم الدعات النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم. لم يمتحن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم. كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم.
وكل آي أتى الرسل الكرام بها، فإنما اتصلت من نوره بهم، فإنه شمس فضل هم كواكبها، يظهرن أنوارها للناس في الظلام. أكرم بخلق نبي زانه خلق، أكرم بخلق نبي زانه خلق، بالحسن مشتمل بالبشر متسم، كالزهر في تراف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم، كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم، كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم، لا طيب يعدل تربا ضم حضرته، طوبى لمنتشق منه وملتثم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بالنسبة لآخر أخبارنا وآخر أخبار هدى وشفاء، تم تحديث المنتج منتج هدى وشفاء بفضل الله سبحانه وتعالى، والتواصل عبر الواتساب في الرقم المؤقت أو الجديد الذي أظهره الأستاذ محمد أسامة على الشاشة، أرجو أن يكون ظاهرا بإذن الله تعالى. من أراد شيئا فليرسل لي فقط رسالة على الواتساب وسنوجهه لكيفية الحصول على هذا المنتج، وإن شاء الله تعالى ننظم أمورنا ويعود البرنامج في أبهى صوره وأبهى حلله إن شاء الله. ودعواتكم لنا بكشف الكرب وتفريج الهم شفاء التام بإذن الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا بكم على طاعته وعلى محبته أن يجمعنا بكم في ظل رحمته. أنزلت فيديو جديد أيضا في قناة دكتور خليلوفيتش على اليوتيوب، اسمه لا تشمت لا تشمت لا تشمت أو لا للشماتة، فيمكن أن نكتب في اليوتيوب لا للشماتة دكتور محمد إبراهيم خليل، وسيظهر لكم الفيديو مباشرة، وفيه فوائد جميلة وعظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى. سأختم بدعاء سريع وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، إلهنا وسيدنا وخالقنا ومولانا، ليس في الوجود رب سواك فندعوه، ولا حليم غيرك فنرجوه، أنت ملاذنا إذا ضاقت السبل، وأنت ملجأنا إذا انقطعت الحيل. اللهم اجعل لنا ولأحبابنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اصرف عنا وعنكم شر حسد الحاسدين، وحقد الحاقدين، وكيد الكائدين، وعدوان الشياطين. نعوذ بك يا ربنا من عضال الداء، ومن خيبة الرجاء، ومن شماتة الأعداء. يا سميع الدعاء، اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا، أو نغشى فجورا، أو نكون بك مغرورين،
اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم لا تدع لنا في هذه اللحظات الجميلة ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضائعا إلا رددته، ولا ضائعا إلا رددته. اللهم أصلح ذات بيننا، واجمع ما تفرق من شملنا، وعمنا بالخير والسرور يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لديك يا رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طابت أيامكم في حب الله ورسوله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعاء الامتحان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بنور وجهك يا الله لكل أبناء المسلمين ولكل بنات المسلمين الذين يمتحنون في هذه الأيام، أسأل الله العظيم الكريم الحنان المنان ذا الجلال والإكرام ذا الطول والإنعام، أسألك أيها الملك الكبير أيها الملك العظيم أن توقظ همتهم. اللهم أيقظ همة أبنائنا وبناتنا وأبعد الكسل عنهم والنسيان عنهم وأبعد الخوف عن قلوبهم وأبعد الخوف عن قلوبهم وأبعد الخوف عن قلوبهم. اللهم نجهم مما يخافون اللهم نجهم مما يخافون واجعلهم صالحين لآبائهم وأمهاتهم ولأوطانهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتهم قبل الامتحانات وعند الامتحانات.
اللهم اشرح لهم صدرا في جميع الإجابات وعند أخذ الأوراق وعند الكتابة. أسأل الله العظيم أن ينزل السكينة في قلوبهم. اللهم أنزل سكينتك في قلوبهم عند الامتحانات. الأستاذة إيمان القليوبية معانا، قمر نور في سمانة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بابا أنا يتيمة أم وأب وعايشة لوحدي، ادعيلي بالله عليك. أختك معاك؟ نعم. أنت ناسية أختك ولا إيه؟ بقول لحضرتك أنا أختك يتيم. أختك عايشة معاكي؟ لا، متجوزة وعايشة لوحدها مع جوزها. وجوزها تعبها. إذا قالنا والنبي يابا إحنا مالناش حد غير ربنا ثم أنت. حاضر يا بنت أنا خدامك. بالله عليك تدعي لي ربنا ينصرني في عملي وينصرني في سكني ويدي لي كل عون. أبعت لك فلوس؟ ربنا يخليك يابا، أنا عايزك تدعي لي. ادعي لي ربنا ما يحرمناش لحد والنبي عشان إحنا مالناش حد غير ربنا. الله العظيم يا الله. يستر عليها بسترك الجميل وبعفوك العميم. أسألك لها الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا. ارض عنا يا الله، أعطها سؤلها، امنحها أجرها، اجعل السعد معها والفرج معها والأمل معها يا الله. املأ حياتها نورا وفتحا وسرورا، وجمل أمرها وقو إيمانها يا رب العالمين. الأستاذ ماهر زيتو، ادع لابنتي هدى عندها صرع. اللهم اشفها وعافها وانسف ما بها يا رب العالمين. شكرا معالي الدكتور. الأستاذة كريمة المغرب الشقيق، اللهم نور قلبها وأسعد أيامها يا الله يا الله يا الله يا الله. الأستاذة حنان الضروي، اللهم أصلح لها وأصلح بها وافتح لها وافتح بها. أم عمرو من أسيوط معانا، قمر نور في سمانة. أم عمرو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ هلا بالنور كله. محمد بكرة، عمرو ومحمد. عمرو بكرة يمتحن هندسة وانجليزي يا شيخ، وخايف على جوله ده ما يحلش. ومحمد يمتحن رياضة، ادها العمر في الهندسة والإنجليزي. أسأل الله العظيم، اللهم نجح أولادها عمرو ومحمد وثبت أقدامهما في الامتحانات، وأسعد قلبيهما وسهل الإجابات عليهما، وأصلح حالهما وروق بالهما وكل من يؤدون الامتحانات يا الله يا رب العالمين. الأستاذة تورية من فرنسا، ادعي لابنتي مريم، اللهم حصنها من كل سوء في فرنسا، حصنها وأيدها يا رب العالمين.
محبة الفتح الأستاذ محمد صنيع سراميك، اللهم يسر له عملا قريبا وفتحا قريبا يا رب العالمين. الأستاذ محمد من مصر، ادعي لأختي بالزواج، اللهم زوجها وأسعدها وأسعدها وزوجها. الأستاذة ورد المغرب، اللهم أعنها وأخوانها على المرض، وحي الله المغرب الشقيق الحبيب. عاشقة الفتح، ادعي لمحمد يكره التدخين والحشيش، لا إله إلا الله، اللهم زهده في الحرام وحبب إليه الحلال يا حنان يا منان. الأستاذة سهى محمود معانا، دي قمر نور في سمانة. السلام عليكم يا أستاذة سهى ورحمة الله تعالى وبركاته. يا شيخ أحمد نحبك في الله والله. الله يحبك ويرضيك يا بنتي. والله يا شيخ أحمد كان نحول عليها أبدا، والله نحبك في الله ومليا زمان نفسي نوصل لك ما قدر نوصل لك. لقد وصلت الحمد لله. الحمد لله يا شيخ أحمد، أنا سني 17 سنة. طبعا. عندي يا شيخ أحمد مشكلة في حكاية النصيب والدوازة. في ناس يعني أنا حلوة وجميلة يقولوا حناخذ بنت محمود أبو السيد، وسبحان الله يعني ما يدخلوش البيت يتقدموا لي، نسمعوا من برا ما يرضوش يدخلوا يتقدموا. أنا لي 17 سنة والناس تقول حلوة، وأنا اللي عايزة ياخذوني يعني عرسان كثيرة تقول عايزة ناخذ بنت محمود سوها، وما يحصلش نصيب وما يدخلوش البيت. عايزة تشوفني المشكلة فيه ولا في البيت يا شيخ أحمد؟ بل الشربات. إيه؟ بل الشربات. الله يخليك يا شيخ أحمد، الله يخليك، الله يحبك فيها، والله نحبك في الله في الله يا شيخ أحمد. سمعيني زغروتة. الله والله يا شيخ أحمد لو حصل نصيب واتدوست يا شيخ أحمد، الله نخبرك بالدواز. والله يا شيخ أحمد لو كنت طالب تساعدك كمان نسيتك، أنا الحالة يعني زينة الشربات السبعة. الشربات لما قلت لك الشربات عليا خلاص انتهت. الله يخليك يا شيخ أحمد، والله نحبك في الله ونفسي نطلق يا شيخ أحمد. اللهم أسعد قلبها وقلب والديها وأذهب عنها وقف الحال وسخر لها قلوب الخاطبين وزينها في عيونهم واجلب لها الخيرات واجلب لها الخيرات والبركات والسعادات وفرح بيتهم وبيوت المسلمين يا رب العالمين. أم إسماعيل أصلحكم الله وأكرمكم ونولكم مرادكم يا رب العالمين. الأستاذة غالية من تونس، أصلح الله لها وبارك الله فيها وأيدها رب العالمين. الأستاذة فاطمة جدوان من المغرب الشقيق الحبيب، اللهم فرجها عليها وعافها من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أم عمر دعبول، اللهم أبعد عنه كل شر، اللهم أبعد عنه كل شر. أم سارة، ادعي لابن سيف ومحمد وعبد الحليم، أسأل الله العظيم أن يعافيهم ربي أجمعين. اللهم يسر لهم ويسر لهم واحفظ أهلنا في المغرب وفي الجزائر الشقيقة. ومعنا الأستاذ سمير من المملكة المغربية الحبيبة، السلام عليكم يا أستاذنا يا حبيبنا يا عزيزنا يا تاج رؤوسنا ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. هلا يا أبي، كيف الحال؟ أهلا بك يا أبي.
جزاك الله خيرا يا أبي. آمين. عايز استفسرك يا أبي في حلم. هو حلم يعني في البداية النوم بعد الوضوء، النوم على وضوء وقراءة ما تيسر من القرآن، وفي أذكار وفي، ونمت على الشق الأيمن، وبعد دقيقتين أو ثلاثة أحس بأن البرق، رغم أني مغمض عيني أرى الضياض وهناك برق، وأحس أنك كأنه في رأسي كأن هناك التماس كهربائي، ونمت مفزوعا من النوم ولم أعرف ما السبب. هل في علاقة بمرض روحاني أم هل تكرر هذا معك؟ نعم. هل تكرر هذا معك؟ أظنه مرة واحدة، كان تقريبا مدة طويلة. سيدي الحبيب. نعم أخي يا دكتور. هذا من عمل الشيطان، يريد أن يزبزب قلبك، ولا تلتفت إليه ولا تعطي له بالا، فأنت من الصالحين الكبار الكمل. هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. جزاك الله يا أبي. أهلا بك يا أبي، سلمك ربي. شكرا. وأسعدك. أهلا بك سيدي سمير، تحياتي وأشواقي لأهلنا في المغرب الحبيب الشقيق. مشاهدي الكرام، علمتني الحياة أن الشياطين عندما تفشل مع الإنسان في اليقظة، أرجوكم ركزوا في هذه المعلومة، عندما تفشل الشياطين مع الإنسان في اليقظة فإنها تلتفت عليه بخمس حاجات. الشياطين بقى بتعمل خمس حاجات مع الصالحين عندما تفشل معهم. أول حاجة، كما استمعتم من ابننا سمير، بيأتي إليه في المنام كوابيس وتكتيف وحاجات صعبة جدا. الأمر الثاني، يعملون له مشاكل في عمله بحيث يبقى متوترا، إذا كان موظف، إذا كان عنده أراضي، إذا كان كذا. رقم ثلاثة، الشياطين تعمل له مشاكل في بيت مع زوجته ومع أولاده. رقم أربعة، الشياطين تؤلب عليه الحاسدين بحيث ينالون منه ويعطلون مسيرة حياته. خامسا، من عمل الشيطان حاجة خطيرة جدا جدا جدا، يشعر الإنسان باليأس من رحمة الله. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. الأستاذة صفاء الشرقية معانا، قمر قمرين ثلاثة شعشع في ثمانة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أبلة صفاء. ماما عاملة إيه؟ ماما حلوة الحمد لله. جاي لله. شاكر يا دكتور بعد إذن حضرتك اللي كان بيضرب بابا، وانت دعيت له وجات الهداية على أيديك. اللي كلمك الساعة 2 في وقت القيام. أنا عاوزك تدعي لي أنا وماما اللي ربنا يجعلني بره بيها ويجعلني من أهل الصلاح. ده اللي أنا عاوزك. بس بالنسبة لمي، حالتها النفسية سيئة جدا يا دكتور. حالتها النفسية هي وأحمد السيئين جدا. أنا عارفة إذا أحمد اتعين ده هيبقى بركة دعائك. إذا مي اتجوزت هيبقى برضه بركة دعائك. مي خطوبتها اتفكت خالص يا دكتور، ما حدش بيجي لها خالص. أنا عارفة إن حضرتك عارف طبعا.
فعارف ان مامتهم عملته دمرتهم نفسيا ودمرتني انا كمان. اللي هي ايه؟ اللي مامتهم عملته. اللي ماما دمرتهم ودمرتني ودمرت نفسها. فبالله عليك بالله عليك بالله عليك تدعي لي ان ربنا ما يحرجني لحد. لأنا اكون بره بأمي. أسأل الله العظيم يا الله اجعلها مكالمة الفرج، فرج عليها وعلى مي وعلى أحمد بنصرك وتأييدك وعونك وتأييدك يا الله يا الله. أنت لها ولكل عظيمة ففرجها عليها واسمعها خيرا وعين أحمد وزوج مي وأدخل الفرح والسرور على قلبها الحزين وفك حزنها وفك حزنها وأنعش قلبها وأصلح بالها وأعطيها سؤلها وأبشري أبل صفاء. من الفواصل الجديدة التي سجلتها لكم فاصل هذا من عمل الشيطان. اتكلمنا فيه عن وظيفة الشياطين في الحياة خاصة مع الصالحين. لو قلنا الشيطان مفسد، ما انت عارف انه مفسد، بيصد الناس عن الله، وهذا عمله. لأن الشيطان بيدعي ان هو قسيم لله سبحانه وتعالى في الكون. شكرا يا سيدي. جاءتنا رسائل اخرى كثيرة لله الحمد. الأستاذ عاصم كريشان، علاج البواصير عندك زيت حياة لقمان أو زيت الكافور أو زيت الخروع دهان خارجي. ابنتي سعاد اللهم اشفها وعافها وارزقها ذرية صالحة وعملا صالحا. الدكتورة زينب، ادعي للدكتورة أسماء بنت خالتي اللهم اشفيها شفاء عاجلا. أنا أريد رقم الدكتورة أسماء، أريد رقم الدكتورة أسماء، وإن شاء الله علاجها عندي. أم أحمد اللهم اشفيها وفرج عنها، اللهم اشفيها وفرج عنها. الأستاذة كاملية، ادعي لابني بالنجاح في الامتحان، لقد أزعنا دعاء الامتحان قبل قليل. وناخد اتصال من أسوان، الأستاذة فاطمة من أسوان معانا، دي قمر نور في سمانا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أحمد. ازاي حضرتك يا شيخ أحمد؟ تفضلي يا فندي. ربنا يخليك لنا يا رب وما يهمناش منك ويديك الصحة وطولة العمر يا رب. آمين يا شيخ. آمين آمين يا رب ويسر لك كل أمورك يا رب. يا شيخ أحمد بالله عليك دعي لي بالزور الصالح ودعي لوالدتي بالشفاء ولأخويا إن هو أخويا أحمد يلاقي وظيفة كويسة يعني. حاضر. ودعي لي أنا كتير بالله يا شيخ عشان أنا نفسيتي تعبانة خالص. معلش أنا عندي 35 سنة. أسأل الله العظيم أن يزوجها ربي، اللهم زوجها وأسعدها، اللهم زوجها وأسعدها، اللهم زوجها وأسعدها وأسعد قلبها وروق مزاجها واجعل البشرى معها يا الله يا حنان يا منان. وعافي شقيقها أحمد ويسر له الأسباب وارزقه فهما واسعا بغير حساب. وعافي أمها الحبيبة الحنونة من كل هم وغم
وأدخل الأفراح وليالي الملاح على بيتهم وشعشع أنوارهم يا رب العالمين. الأستاذة فاطمة ناصر من حلب، أسأل الله العظيم لابنها فرجا قريبا ونصرا مؤزرا ورزقا واسعا. الأستاذ إدريس، اللهم افتح له الأبواب المغلقة. الأستاذ جمال محمد، اللهم بارك في عمره وفي عمله. أم حسين، ادعي الأولاد بالنجاح والفلاح. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. الأستاذ عامر هاشم، اللهم فك نحسه، اللهم فك نحسه يا رب العالمين. ابنتي خديجة من أرض الشهداء، اللهم فك نحسها وزوجها ويسر لنا ولها. الدكتورة زينب من أسيوط، السلام عليكم يا معالي الدكتورة الطاهرة ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور أحمد؟ يا هلا بالنور كله. بخير يا رب العالمين. ماما عاملة إيه وبابا عامل إيه وإسلام وأحمد وآية؟ بخير الحمد لله، الله يكرمك. معاك رقم الدكتورة أسماء؟ للأسف واخدين منها التليفون هما وما عندناش رقم ليها. أصل أنا هرقيها 5 مرات أو 6 مع كل هرقيها بالتليفون، وضعوا الهاتف على أذنها مع كل رقية هتنفك شوية بشوية بشوية، خلال أسبوع هتمشي. يا رب يا رب تتكلم يا رب. اللهم ماشي تتكلم الاثنين مع بعض إن شاء الله. رقمها كان بالصلاة على النبي. مش معايا الحقيقة رقمها والله يا دكتور أحمد. أنا حاول أشوف يعني رقم حد يبقى جنبيها ومتواصل مع حضرتك. على بركة الله إن شاء الله. عايزة بس دعاء مزلزل حاجة فاطمة وآية. حاجة فاطمة عندها حساسية جديدة، بتجيلها زي هجمات من مرض المناعة، بيبقى خصوصا في الشتاء أكتر يا دكتور أحمد. حاضر. زي الأيام دي خدت كورتيزون شديد. حاضر. فجايلها الأيام دي، ربنا يبارك فيك. حاضر يا دكتور. وربنا يشفيها يا رب ويشفي آية من الزئبة وأحمد محمود، ويا رب يشفيهم ويعافيهم ويشفي إسلام يا دكتور أحمد. وإسلام عنده إيه؟ يعني في حاجة مش قادر أقولها على الهوا. طيب ماشي. يعني لو حضرتك كلمنا يبقى بارك الله في حضرتك. حاضر يا فاطمة، تتكلم على حضرتك. طبعا طبعا ده لازم. السلام عليكم يا أمي ورحمة الله تعالى وبركاته. الله على سيدنا محمد، ربنا يكرمك ويطول في عمرك. انت الأمل، الأمل، الأمل بعد ربنا. انت يا دكتور أحمد والله ربنا يكرمك. كلب لو سوي انا معك مع سيدنا النبي على حوضه يا رب العالمين. يا رب يا رب يا رب يكرمنا بيك ويصلح حالنا وينور بصيرتنا. آمين يا أمي، آمين يا أمي، يا رب العالمين. آمين يا ربنا يكرمك يا رب. وادعي زينب الله يفك العقد يا دكتور أحمد. حاضر. عندها مؤشرات ناقصة عليها وهي بتحمل الدكتوراه، تيجي تشتغل وربنا يجي يفتح عليها في الدكتوراه، يجي لها صداع، صداع بيجي لها كل 3-4 أيام مرة، صداع النصفي، وراحت لكذا دكتور وعملت أشعة للمخ ما عندهاش حاجة. حاضر يا أمي. صداع على طول على طول، اللي حاولت امبارح حلمت إن كلب بينط يخط من عليها. طيب حاضر. يعني الحمد لله يعني بتصلي الحمد لله، انت عارف حضرتك مش هقول لك عليه يعني. والدعاء المزلزل لآية والله عشان بتاخد بيولوجي وخايفين عليها، بتاخد بيولوجي دي لها 3-4 شهور. أسأل الله العظيم لهذه الأسرة المبتلى المبتلى المبتلى، فرج عن ابنتي الدكتورة زينب وأختها آية وزوجهما أزواجا صالحين بررة بررة بررة، وفك حسدهم، وعاف الدكتورة آية ابنتي الحبيبة، وعافي ابننا إسلام، وعافي الأم الحنونة الحجة فاطمة وزوجها الأستاذ أبو محمود.
يا حنان يا منان، الطف بهم فيما جرت به المقادير، الطف بهم فيما جرت به المقادير، الطف بهم فيما جرت به المقادير يا رب العالمين. الأستاذة تورية من فرنسا، اللهم بارك في حضرتها وفي عمرها وفي الأستاذة سارة، واجمعها بزوجها محمد من بلجيك. تبين الأسبوع الماضي أن أكثر الأسماء انتشارا في بلجيكا اسم محمد، ويليه اسم أحمد، ويليه اسم ثالث دلع كلمة يوسف، يعني دلال إبراهيم، دلال أمير. اللهم فرجها عليها يا الله يا الله يا الله. الأستاذ سامي محمد، اللهم هدئ الحال والبال، اللهم هدئ الحال والبال يا رب العالمين. الأستاذة تورية فرنسا، ادعي الأخت كريمة وزوجها عبد العزيز وابنها طارق وسناء، اللهم حصنهم بعينك التي لا تنام وبكنفك الذي لا يضام وبقدرتك في الليل والنهار. أم أحمد السعودية، شفاء عاجلا وتفريجا للكربات يا رب العالمين. نور على الضرب، أم عندها ضعف في عضلة القلب، عليها بالتفاح مصا وأكلا ومضغا لقشر التفاح وعصير التفاح، هذا علاج ضعف عضلة القلب. الأستاذة إسراء الشرقية معانا، قمر نور في سمان، السلام عليكم ابنتي الحبيبة الحنونة ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، أنا بنتك بالله عليك يا هدايلي، أنا عايز أعيط والله، نفسي أعيط قوي يعني، ربنا أنا من عايز أعيط جد لي، ومخنوق ومخنوق قوي. أنا من ساعة ما سمعت الرقية وأني عمالة أتاوب وأتاوب وتوابت كتير قوي، بس مخنوقة مخنوقة بجد والله، يعني كيف أقول لك إيه وربنا. أم صلى ركعتين يا بنتي، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، من الساجدين اسجدي طولي في السجود وسيأتيك الفرج يا رب. بس في حاجة كده، نعم، يعني في واحد زميلي كان في المدرسة سوا يعني، فهو معجب، هو حافظ كتاب الله وحافظ السنة وبص ودرس الأزهر أصلا، وحاجة حلوة بقى وحظ يعني. وبعدين ما جيت قلت يعني، قال أنا حاجة وحاجة قدم لك، بس عشان ظروفه وكده، وهو عارف ظروفه وكده، وهو قال أنا موافق بيك يعني، بحبك وكل حاجة. لما اجي راح اقول انا هقول لامي، فمن ساعتها ما ردش عليا ولا رد يرد عليا ولا اي حاجه خالص فيه، وكل ما يجي حتى لو حتى حلو ما يقول يرفض ويمشي بسبب الموضوع ده يعني. انا عندي 22 سنه دلوقتي، واتجوزت مرتين ماشي، بس والله اتجوزتني يعني طلع وقصر بالنسبه لي يعني، اتحاسب عليا كحساب والله يا شيخ. والواحد يعني أنا والله دلوقتي ما عادش بنام زي الأول يعني، ممكن أقعد أسمع حضرتك كده لحد أذان الفجر وأصلي الفجر، وأنا ممكن أنام ساعتين وأروح جاي صاحي، ما عادش النوم اللي هو برضه يا شيخ. وبحاول أنا يعني أرجع زي زمان وأحفظ كتاب الله، كنت حافظ المصحف كله، بس لما حصل الظروف دي نسيت المصحف خالص ونسيت كل حاجة. بس ما هو يجي في حياتي الشخص دوت بقى بقول انا هسمع لكي وهنقرا قران وبتاع، وان شاء الله لو تزوجت يعني يا بصي هخليك تحفظ كتاب ربنا ومش هخليك تبقى ربنا ابدا. فده حلو عجبني في الحته دي، فبقول يا رب لو هذا يعني، انا قلت اتصل هيك عشان اقول لك الحته دي بالله عليك يا شيخ،
لو هو حلو ليا ربنا يقربه ليا، ولو شر ابعده عنه. الله العظيم لابنتي إسراء من الشرقية، اللهم اختر لها الخير حيث كان، اللهم اختر لها الخير حيث كان، وفرح قلبها الحزين، وزوجها وأسعدها، وحببها إلى الخاطبين، وسخر قلوب الخاطبين لها، وانسف ما بها من حسد أو أذى، يا حنان يا منان يا رب العالمين. محبة الفتح، اللهم عافها وابنها محمدا من كل سوء يا رب العالمين. أم إسماعيل المغرب بترحب بالدكتور محمد خليل، كلنا نرحب به ونسعد به، وكانت مداخلته مزلزلة كالعادة. سونيا بربري من العراق، ادعي لابن حمزة، اللهم شغله يا الله يا الله يا الله يا الله. الأستاذ عماد الصمصام، اللهم ثبته على طاعتك، اللهم ثبته على طاعتك، اللهم ثبته على طاعتك. أم رشيد، اللهم قوها على ما هي فيه، اللهم قوها على ما هي فيه، اللهم قوها على ما هي فيه. ووسع رزقها، ووسع رزقها، وارزق أولادها زوجات صالحات بررة. عمامة السلام، طال الله عمرك يا أبي وزاد علمك، اللهم آمين. وادع الابن عماد برد زوجته وبناته إليه ردا جميلا جميلا جميلا. الأستاذة سمر الأسكندرية معانا، لقمر نور في سمانة، السلام عليكم يا ابنتي الحبيبة الحنونة ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ عواد، كنت عايز أسألك على حد. نعمين. هو لو حد شرب مية الرقية وما رجعش، يعني هو ما فيش حاجة جوه، يبقى سليم إن شاء الله. طب عايزك تدعي لي يا شيخ. أسأل الله العظيم، اللهم زوجها وفرح قلبها الحزين، وفرح محمدا شقيقها، وفرح والديها، وأذهب عنها القلق والتوتر والوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وعجل لها بالفرج والفرح وشرح الصدر يا رب العالمين. حمامة السلام، ادعي لابن عماد، اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، رد إليه زوجته وبناته ردا جميلا. الأستاذة هيام السائحي، اللهم انصرها وزوجها، اللهم انصرها وزوجها. سيد إبراهيم الصديق من المغرب الشقيق، اللهم زده صلاحا على صلاحه، وأذهب عنه كل هم وغم وكرب عظيم، واجزه عن الإسلام خيرا وعن المسلمين خيرا. ابنتي تورية، ادعي الأخ يوسف مدينة الجديدة، اللهم انسف ما به نسفا، اللهم أحطه برعايتك وجنبه الشياطين وأعمال الشياطين. أم إسماعيل المغرب، اللهم فرج همها، اللهم فرج همها، واجعل ابنها إسماعيل من كبار الصالحين. أم رضا المغرب الشقيق، ادع الأم بالشفاء العاجل، اللهم اشفها وعافها وحصنها، اشفها وعافها وحصنها يا رب العالمين. الأستاذة كيان من العقبة، اللهم احمي زوجها وبناتها، اللهم احفظ زوجها وبناتها. الأستاذة راوية عبده، ادعي الأخ عبد العالي وأيوب،
فإنهم عاطلون عن العمل. اللهم شغلهم وأسعدهم، اللهم شغلهم وأسعدهم يا رب العالمين. ونأخذ فاصلا ثم نعود إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل. ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال يا عين. ده سامية، أستاذة سامية من سوهاج معانا، ونأخذ بعدها فاصل نزيع فيه علاج وقف الحال، علاج وقف الحال، علاج وقف الحال. الأستاذة سامية من سوهاج معانا، لقمر نور في سمانة. السلام عليكم يا سامية ورحمة الله تعالى وبركاته. وبركاته. ازيك يا أبي؟ يا هلا بالنور كله، ربنا يكرمك يا رب. كنت عايزة يا أبي أحكي لك على أختي، أختي دار السلام أم عبد الرحمن، من ساعة ما خدت جوزها يا أبي وتظهر لها أمراض في جسمها. أول مرة ما كانش عندها حساسية صدرية يعني ولا فيها مزمنة فيها، وظهرت عليها الحساسية الصدرية مزمنة فيها أوي يا أبي. وبعد كده عندي في اسكندرية، تاني كانت في إجازة عندي هنا في الصعيد، جالها سرعة ضربات القلب، وده لها الغدة، نسبة الغدة عندها عالية 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 قوي. سمعني يا أبي؟ طبعا 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 طبعا. وتروح الشقة بتاعتها ما لهاش نفس خالص للأكل ولا الشرب، هي ولا عيال ما بيقلش خالص، ويزيد عليها التعب لما يزيد في الشقة يعني، وهو إنه يكون في الشغل بتبقى يعني كويسة شوية. هذه كلها علامات حسد، البيت كله محسود محسود محسود. تابعوا الرقية الشرعية الساعة 7 صباحا، والتصبح بسبع تمرات أو عجوات، ورش البيت بالمسك الأبيض، والأذان في البيت 100 مرة، ينفك الحسد بإذن الله. هذا حسد شديد شديد شديد، يريد الحاسدون أن يهدموا بيتهم. أبواني يا أبي تعالي بالفرد، أسأل الله العظيم، اللهم فرجها على ابنتي سامية وعلى أختها، اللهم أصلح لهما وأصلح بهما ويسر لهما وارزقهما أسباب السعادة وأسباب الفرج. فرجها عليهما يا الله يا الله يا الله يا الله، واجعل هذه المداخلة فرجا قريبا ونصرا أكيدا يا رب العالمين. أستأذنكم في هذا الفاصل السريع ثم نعود إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، المتفضل بالجلال والكمال والعظمة والكبرياء، والصلاة والسلام على أسعد الخلق بالله وأشرفهم عند الله رب العالمين. وبعد، فقد جاءنا سؤال من إحدى الأخوات الكريمات التي توقف حال عملها رغم أن لها بيتا وأولادا وتدرس في مرحلة الماجستير، وتريد أدعية تنهض بها قبل أن تنزل إلى عملها في الصباح. عندنا أيها الأحباب أيها الكرام خمسة أمور عاجلة يمكن أن تنفع في هذا الموضوع. أولها صلاة الحاجة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر صلى، ولم يجد المسلمون على مدى تاريخهم شيئا أفضل من صلاة الحاجة، لأن من صلاها بيقين مهما كان المرض
ومهما كان وقف الحال فإن الله سبحانه وتعالى يقضي أمرا كان مفعولا ويعجل بقضاء الحاجة. وهما ركعتان يؤديهما المسلم يفضل أن تكون ليلا بوضوء جديد ونية جديدة، ويطيل فيهما الركوع والسجود والقيام، ويدعو بعدهما بما يتيسر له من الأدعية مثل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ويجوز لك أن تدعو بما تشاء بعد صلاة الركعتين، وأن تستغرق في الدعاء، وأن تطيل الدعاء في السجود، فإن الدعاء في السجود مبارك مرفوع، خاصة إذا كان في جوف الليل الأخير. الأمر الثاني لمن وقف حاله وتعثرت أيامه، فإنه يقرأ سورة الفتح في الصباح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ويقرأ سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك، ويستمر على هذا الحال صباحا ومساء. الأمر الثالث قبل أن ينام يقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة وينام على وضوء، ويستمع للرقية الشرعية كاملة مرة في الصباح ومرة في المساء، مراعاة لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، كفتاه يعني كانتا كافيتين لتفريج كربته وإزاحة همه، الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة. الأمر الرابع علاج وقف الحال أن الإنسان يقول الأدعية التي أوردها الإمام البخاري في باب كشف الكرب، ومنها هذا الدعاء: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. خامسا من غلبه أمر فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا الرحمن الرحيم. أبلغني المهندس مصطفى مطاوع المشرف على الموقع أن الرقية الشرعية تابعها أثناء إذاعتها في أول نصف ساعة 20,000، وارتفع المتابعون لها الآن إلى 48,000. الله أكبر ولله الحمد. الأستاذة راوية عبده: ادعي لأخي عبد العالي وأيوب، اللهم شغله وأسعده وأبعد عنه التدخين وما شابهه، لا إله إلا الله. اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام وبكنفك الذي لا يضام يا رب العالمين. الأستاذة إيناس: ادعنا بالشفاء، اللهم أبعد الخوف عن قلوبهم، اللهم أبعد الخوف عن قلوبهم. الأستاذ حبيب من جدة بالسعودية الشقيقة: اللهم انسف ما به نسفا
نسفا نسفا يا رب العالمين. سيد الأستاذ أحمد عبد العزيز من أسوان أرض الطيبين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك يا صاحب الفضيلة؟ يا هلا بالنور والسرور، يا هلا بالفرح اللي معانا. جزاك الله كل خير. احنا طمنا وسعدنا النهاردة الحمد لله ان شفنا الدكتور محمد ابراهيم، ويعني الحمد لله وربنا يعني الحمد لله الجامع عز وجل جمعه لأرضه تاني سبحانه الحمد لله. اللهم لك الحمد، يعني اللهم لك الحمد. الله أكبر ولله الحمد. أشكرك أشكرك على هذه المشاعر الطيبة يا حبيبي. والله العظيم يعني بدون يمين يعني الحمد لله اطمئنيت أنا نفسي، وسعدت كمان يعني المدح الجميل اللي بيمدحه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصوته الرائع. أمتعنا يعني ما شاء الله عليه، لو كان سمعني جزاه الله خير وربنا يحفظه من كل سوء باسمه الحفيظ عز وجل. اللهم أمين. جزاك الله خير صاحب الفضيلة. كان هنا في فتوتين جزاك الله خير. نعم. كان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه كان لا يدخل الملائكة بيت فيه صورة ولا كلب. هنا لا يوجد كلب والحمد لله في البيت. خارج المنزل كان لدينا كلاب، وقرأنا أيضا حديث اللي بيربي كلب بينقص قراتين منه يوميا. يعني هل يكفي التبرؤ منهم نية ولا نعطيهم الطعام فكده تمام كده هم مش تبعنا، بحيث ان ما نقص كرتين من يومنا؟ وهل هنا الملائكه تدخل بيتي فيه صوره مثلا باكو شاي عليه رسمه، الفلوس الاوراق الماليه عليها رسمه، هل نخبيها مثلا لو الملائكه تحضر في المنزل؟ كيف يعني كيف جزاك الله خير. اشكرك سيدي احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للكلاب اللي خارج البيت، لو كانت كلاب حراسة ينبغي على الإنسان أن يطعمها وأن يهتم بها، أما إذا كانت كلابا سارحة في الشوارع فلست مسؤولا عنها، ومن لستم له برازقين. سورة الحجر، يعني من لستم له برازقين من هذه الحيوانات والدواب فإن الله تعالى يرزقه، فلا تشغل بالك به. وأما الصورة في الحديث المقصود بها التماثيل المرسومة أو التماثيل المجوفة أو الصور باليد، أما الصور الفوتوغرافية وحبس الضوء فليس فيها شيء. سلمك الله وأحبك وأعزك ونور دربك. الأستاذة تورية، لازلنا في فرنسا، ادعي للأخت نزهة وزوجها محمد وأولادهم، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام من كل سوء ومن كل مكروه ومن كل مكروب، وشتت الشياطين عنهم وخزل الشياطين عنهم. ابنتي سناء، اللهم احفظها وبناتها، وافتح عليها وعلى زوجها بعمل طيب حلال. أم رشيد، نور على الدرب، نورك الله وأصلحك الله وطيبك الله. أم رضا، ادعي لأختي حسناء، اللهم انسف ما بها نسفا نسفا نسفا. الواثقة بالله، أسأل الله العظيم أن يرزقها ربي ذرية صالحة، متزوجة من 20 سنة ولم تنجب حتى الآن. اللهم أنجبها وأنجبها وأنجبها وأسعدها، واجعل الفرج خادما لها، واعطها ما تمنت وكل ما تمنت وفوق فوق ما تمنت. اكتب على ظهرها يا سيدي. الأستاذة سكينة الفيوم معانا، لقمر نور في سمانة، السلام عليكم ابنة الحنون الحبيبة ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا عم الشيخ أحمد؟ يا هلا بالنور والسرور، يا هلا بالفرح اللي معانا يا عم الشيخ أحمد. أنا
كلمتك مرتين وبعت لك رسائل. أنا سكينة مصطفى اللي كانت عينها وجعاني بقالت وقتي 3 سنين أو 4 سنين ودخلت فيها بعاني من القرحة والخراريج بتطلع في عيني وبعاني، والعملية عملتها وفشلت بسبب القرحة اللي بتطلع والخراريج في عيني 3 سنين وأكتر دلوقتي. لا ده الفرشة تعبانة بعاني بوجع مش قادر يروح مني تعبانة. ليه لا الدعاء ما بيستجابش يا عم الشيخ أحمد؟ لا ما بيستجابش لا الدعاء. تعبت مش عارفة أعمل إيه، والقرحة ما بتمشيش من عيني خالص والفراج طالع في عيني على طول. حتى العملية عملت قعدت شهرين وبعد كده راح خرج والخراج راح طالعين في عيني تاني. بعاني من الوجع وماشية بالمسكنات مش عارفة أعمل إيه. والدكاترة كلها والله احترت معايا جميع الدكاترة مصر، روحت الفيوم روحت كل حتة روحت احتاروا معايا. حتى خلاص صرفت فلوس على فلوس على عيني ديدي قعدت مخدرش على حاجة مش عارفة أعمل إيه. وبعاني من الوجع ماشية بالمسكن بالمسكن كده على طول. حاضر هل الدعاء يا عم الشيخ أحمد ما بيستجابش؟ حاضر يا بنتي. أسأل الله العظيم يا رب قد عجز الطبيب فداوها يا رب قد عجز الطبيب فداوها. اللهم نور بصرها وبصيرتها، اللهم نور بصرها وبصيرتها، اللهم نور بصرها وبصيرتها، واجعل لها من لدنك وليا، واجعل لها من لدنك نصيرا. يا حنان يا منان أنت لها ولكل عظيمة فاشفها وعافها، اشفها وعافها يا الله يا قدوس يا مهيمن يا عظيم يا جليل يا ذا العرش المجيد. الدباسة أستاذي يا فعالا لما يريد، ولرب ضائقة يضيق بها الفتى وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت فرجت، وكنت أظنها ستفرج ستفرج ستفرج. فرجها عليها ونور بصرها وبصيرتها يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. أنت لها ولكل عظيمة ففرجها عليها الآن 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 يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم. ولكل السهرانين معنا أسعدهم بالطيبات وأبعد عنهم الخطرات ونجهم واحفظهم واحفظهم ونجهم واجعل التوفيق معهم والتيسير معهم والرشد والرشاد معهم. الله 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 على نور رسول الله. وهذه بردة المختار قد ختمت. الله 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 الله
الحمد لله في بدء وفي خاتم، سيدي أحمد الفيوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور أحمد؟ أهلا بك سيدي أحمد الغالي يا نور عيني. أنا كلمتك السنة اللي فاتت وانا كنت في ثالثه سنه، وقلت لك ادعي له كده. حصل. وانا دلوقتي في كليه الطب البشري ان شاء الله، الحمد لله. الله اكبر الله اكبر. يعني بحب حضرتك جدا والله، الله يحبك ويرضيك. ما شاء الله على حضرتك، ربنا يديك الله يحبك ويرضيك ويعليك يا رب. وينفع بك. يعني انا بمر فتره صعبه كده، وعايزك تدعي لي، لان يعني الكليه بدايتها صعبه عليا وكده، ونفسي ربنا يكرمني كده واكون نافع للاسلام والمسلمين ان شاء الله. حاضر يا حبيبي. اسال الله العظيم بنور وجهك يا الله، يا حنان يا منان، لابننا الدكتور احمد. اللهم نجه يا الله، ونجحه يا الله، واجعل التوفيق معه يا الله. اللهم فرح قلبه، وسهل امتحاناته، وابدل عسره يسرا، لا سهل الا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فرج عنه وعنا وعنكم يا رحمن يا رحيم، يا قوي يا متين، يا أرحم الراحمين يا الله. مشاهدي الكرام، سجلنا بالأمس فاصلين مهمين جدا، استمتعنا بهذين الفاصلين، وهذه الفواصل الجديدة يعني تعكس حالة من الحاجة إلى أن نجدد في الخطاب الديني. أخذنا فاصل علاج التفكير في الكراهية، أخذنا فاصل البديل عن التصدق بالأموال، أخذنا قبلها بليلة فاصل هذا من عمل الشيطان. الليلة إن شاء الله بعد قليل، وقد أوشكنا أن ننتهي من رحلتنا الطيبة الليلة على مدى 3 ساعات وزيادة، هيكون عندنا تسجيل لبرنامج رسائل ربانية، وربما اعرف نبيك. مشاهدي الكرام، كنا معكم في ليلة جميلة ولله الحمد، استمتعنا معكم ومتعنا معكم من الصباح الباكر. اليوم من الصباح الباكر من الساعة 7:30 جلسنا 3 ساعات نشرح أسرار سورة الكهف، وبعدين خطبة الجمعة كان عنوانها أفحسبتم، ثم الرقية الشرعية المزلزلة التي كان عنوانها رقية الإجابة. نواصل رحلتنا غدا بفضل الله سبحانه وتعالى. تصبحون على ألف ألف خير، وألف ألف سعادة، وألف ألف زيادة. أسأل الله العظيم في مسك الختام لكل من حضروا معنا، اللهم زك نفوسنا، وطهر قلوبنا، وجنبنا المنكرات، وباعد بيننا وبين السيئات، وفرح قلوبنا، وفرج علينا وعليكم، واجعلها ساعة فرج يا الله. يا الله أنت لها، ولكل عظيمة ففرجها، فرجها على كل المكروبين، فرجها على كل التعساء، اصرف عنا وعنكم الهم والغم والكرب العظيم، وفرجها علي وعلى الدكتور محمد إبراهيم خليل يا الله، وعلى كل من قالوا آمين. اللهم أخرجنا وإياكم من ضيق الحلق
إلى أوسع الطرق. اللهم نجنا مما نخاف. وهذه بردة المختار قد ختمت، والحمد لله في بدء وفي ختم. أبياتها قد أتت 60 مع 100، فرج بها كربنا يا واسع الكرم، فرج بها كربنا يا واسع الكرم، أصلح بها بالنا يا واسع الكرم، يا واسع الكرم، يا الله يا أرحم الراحمين يا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.